النهارده بنتكلم في موضوع بيهم الرجال، وهو يعتبر موضوع للكبار فقط، وهو عباره عن ميكانيزم معين احنا بنتكلم فيه، ونقول ليه بنتكلم في هذا الميكانيزم وايه التطبيق على هذا الموضوع. بنبتدي نقول انه الاستثاره الجنسيه او السيكشوال اراوزل بتقوم بتجميع النبضات الكهربيه في الاعصاب المتصله بالعضو الذكري، حيث تفرز هذه الاعصاب بسبب الاستثاره الجنسيه اكسيد النيتريك او النيتريك اوكسيد. ايه بقى دور النيتريك اوكسيد ده او اكسيد النيتريك؟ النيتريك اوكسيد او اكسيد النيتريك خلال التحفيز الجنسي بتعمل هذه الماده بدورها على تنشيط انزيم اسمه جوانيليت سايكليز. جوانيليت سايكليز ده بيساعد في زياده مستويات الجوانوزين احادي الفوسفات الحلقي او السايكليك جي ام بي. ايه اهمية هذا الانزيم؟ هذا الانزيم بيساعد في ارتخاء العضلات في الجسم الكهفي القضيب اللي هو الكوربورا كافيرنوزا، واما بيساعد في ارتخاء العضلات في هذا الجسم الكهفي بيساعد على زيادة وتحسين تدفق الدم في القضيب. في الحقيقة انه هذا الانزيم بعد كده بيتم تكسيره بإنزيم تاني اسمه الفايف فوسفو دايستريز. دور بقى السيلدينافيل اللي هي بتتاخد كمقويات جنسية عشان الانتصاب، دورها ان هي بتعمل تثبيط للفوسفو دايستريز 5 اللي هو المسؤول عن تحلل الجوانوزين احادي الفوسفيت الحلقي او سايكل الجوانوزين مونوفوسفيت في الجسم الكافي للقضيب. وهنا في جزئية مهمة جدا اللي احنا بيعتبر ان احنا بناخدها كخلاصة من الموضوع، ودي نقطة هنقول ليه مهمة، ان السيلدينافيل لوحده بالجرعة المحددة من قبل الطبيب المختص قد لا يكون لها تأثير بغياب التحفيز الجنسي، حيث يقوم التحفيز الجنسي بزيادة افراز مادة اكسيد النيتريك موضعيا. الجملة دي مكتوبة برضو في نشرات احدى الادوية اللي هي بتاعة السيلدينافيل، بتقول انه السيلدينافيل causes erection only when the context of sexual stimulation، يعني هذه المادة مش هتقوم بالتحفيز الجنسي الا في حالة وجود، انا اسف، مش هتقوم بعملها في الانصاب او في العمل بتاعها إلا في وجود التحفيز الجنسي. مع السلامة.